وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية، يأتي ذلك بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كل الأنظمة الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي. بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 نحو 18 مليار و700 مليون دولار. وبحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفعت الصادرات من 3 مليارات و400 مليون دولار في العام 2020 إلى 5 مليارات و100 مليون دولار في العام 2023، فيما بلغت صادرات الربع الأول من العام 2024 نحو مليار و600 مليون دولار. تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2024 بما قيمته 859 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية. شاركت مصر في الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين خلال الدورة 33 لاجتماعات البنك الأوروبي، والتي انعقدت بأرمينيا تحت شعار معا نعزز الأثر. وألقت كلمة مصر أمام الاجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، التي أكدت على دعم القاهرة لجهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أهمية تشجيع تبادل الخبرات ما بين الدول وضرورة التكامل ما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص. كما أكدت المشاط على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لزيادة الاستثمار الأخضر للقطاع الخاص من خلال برنامج نوفي، وأيضا مشاركة التجربة مع دول أخرى. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط فيما سجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكي للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الأمال في ارتفاع الطلب. ارتفعت أسعار خام برنت بما نسبته 0.85% مسجلة 83 دولار 98 سنتا للبرميل. في مصعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.5% مسجلا 80 دولار و6 سنتات للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.8% ليصل إلى $2.05 للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 2.25% مسجلا $2.63، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بما نسبته 5.4% على أساس سنوي، وذلك في الربع الأول بعد نمو قدره 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي إلى 3.2% من 2.6%، مشيرا إلى الإنفاق الحكومي القوي وأيضا الاستثمار المرتبط بالحرب رغم العقوبات الغربية.